في ثمان مباريات، بينما السيلية عنده خمس نقاط في ثمان مباريات. الأهلي يريد والسيلية يريد، ولكن سننتظر ما ممكن أن يحدث في أرضية الميدان. انتصار للأهلي ممكن يذهب إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بغض النظر أو بانتظار ما ممكن أن يحصل في المنافسات القادمة والمباريات القادمة والأخرى. بينما حكى المباراة محمد أحمد العبيدلي، وننتظر صافرة هذا الحكم. نعم، وهنا نعم تنطلق صافرة حكم المباراة على ابتداء المباراة التي تجمع بين السيلية والأهلي. ثلاث نقاط مهمة ستكون للأهلي للتقدم إلى الأمام هنا في جدول الترتيب في بطولة قطر تحت 23، بطولة دوري قطر غاز تحت 23 عام. الأهلي يريد الارتقاء أكثر في جدول الترتيب، بينما نادي السيلية يريد العودة من جديد من بوابة نادي الأهلي. بينما هنا تمريرا بالخطأ اللي تعود الكرة إلى رمية التماس لصالح نادي الأهلي، كرة بتعود مرة أخرى. العباسي يلعب كرة إلى الخلف لتعود لصالح نادي الأهلي مرة أخرى، بينما في الجهة المقابلة نزار خنفير مدرب نادي السيلية، وعلى أمل العودة من بوابة نادي الأهلي هنا في استاد صحيح بن حمد في ملعب نادي قطر. عبد الرحمن محمد يلعب كرة، الكابتن القائد لكتيبة نادي الأهلي الذي يعود إلى الخلف للاعتماد عليه أكثر في المهام الدفاعية في هذا اللقاء. وأيضا لا ننسى هداف نادي الأهلي محمد أحمد الأنصاري غائب عن مباراة اليوم، لذلك مباراة ستكون صعبة على الفريقين، صعبة على الأهلي لأن السيلية يبغي ويطالب ومطالب بالعودة في هذا اللقاء، بينما صعبة على السيلية لأن ثلاث نقاط مغرية ستكون لنادي الأهلي إذا ما أراد التقدم إلى الأمام أكثر في جدول الترتيب والعودة إلى المنافسة. كرة بتعود من جديد، تغطية دفاعية بطريقة رائعة من عبد الرحمن محمد، كرة بتعود إلى الخلف. هناك انضمام ثلاث لاعبين من الفريق الأول من قبل نادي الأهلي وأيضا من قبل نادي السيلية. بينما الكرة لا تزال لصالح نادي الأهلي. كما نعلم مباريات اليوم السيلية والأهلي في ملعب إسحاق بن حمد، الريان ومصر في ملعب نادي السيلية، والشحانية وقطر في ملعب أو استاد سعود بن عبد الرحمن. ثلاث مباريات بنفس التوقيت تلعب، كرة بتمر الآن بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، محاولة ولكن لا زالت لصالح نادي الأهلي. شوف عودة نادي السيلية واستغلال الكرات السريعة والهجمات العكسية المرتدة على أمل استغلال واحدة من هذه الهجمات، ولكن ستكون السيطرة وسيكون الاستحواذ لصالح نادي الأهلي. هذا ما نشاهده في ثواني أولى، ثلاث دقائق أولى تمر هنا من هذه المباراة. كرة بتعود من جديد لصالح نادي السيلية، كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي السيلية. كما ذكرنا السيلية في المركز العاشر، الأهلي في المركز السابع، ولكن فرق النقاط كبير جدا، ولكن السيلية بإمكان العودة ولكن إلى مناطق الأمان. ابتعد كثيرا نادي السيلية عن المنافسة في بطولة قطر غاز تحت 23 عام، بينما المنافسة مشتدة على آخرها بين العربي وتحيل، ولكن بفرق أربع نقاط لتحيل في الصدارة. الخور قريب ب 16 نقطة في المركز الثالث، العربي الثاني ب 18 نقطة، والمركز الرابع الغرافة ب 15 نقطة، الذي
يعني في وضع صعب الغرافة في هذه الجولة، يجب الانتصار في هذه الجولة إذا ما أراد البقاء في المربع الذهبي. كرة تلعب الأمام الآن لصالح نادي الأهلي، لا زالت قائمة، الكرة لم تخرج، لا زالت داخل أرضية الملعب. الأهلي يسير المباراة بالطول بالعرض في الدقائق الأولى، في خمس دقائق أولى، على أمل استغلال المساحات التي ممكن أن يبحث من خلالها نادي الأهلي في الدقائق القادمة، في خطوط وبين خطوط نادي السلية في لقاء اليوم. بينما المدرب ستان سيلاف مورافيك خطة جديدة تعتمد على الدفاع، والاعتماد على الهجمات العكسية السريعة. هل بإمكان نادي السلية استغلال وتنفيذ الخطة على أكمل وجه؟ النادي الأهلي قادر على مواصلة الانتصارات. كرة تلعب ولكن كرة تصطد، خسارة من الأهلي، خسارة الأهلي من الغرافة في الجولة الماضية، وتعادل السلية، تعادل السلية أمام نادي قطر هدف لهدف ليصل إلى النقطة الخامسة. بينما نادي الأهلي يتجمد رصيده في النقطة الثانية عشر، كرة بتعود من جديد. شوف نادي السلية والدفاع والكثافة الدفاعية والاعتماد على مثل هذه التمريرات، على أمل واحدة تصل بالطريقة المناسبة. هربة واحدة ممكن تشفع لنادي الأهلي في شوط المباراة الأول وحتى في شوط المباراة الثاني. سياسة يعتمدها مدربين كبار، أفريقيا كبار، نشاهد في عالم المستديرة وعلى سبيل المثال وأبرز مثال هو ما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الفريق العاصمي الإسباني أتلتيكو مدريد. شاهدنا في الديربي أو الكلاسيكو الذي جمع بين فريق أتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل أيام بسيطة وقليلة، شاهدنا برشلونة عانى كثيرا في ملعب واندا متروبوليتانو أمام نادي أتلتيكو مدريد، أمام هذه السياسة وهذه الخطة الدفاعية. بعض لاعبين من صفوف برشلونة كانوا يشتكون بعد اللقاء على أن أتلتيكو مدريد لا يقدم كرة قدم ممتعة، ولكن في المقابل ما يهم الجمهور هي النتائج. واستطاع أتلتيكو مدريد إحراج نادي برشلونة في الدوري ولا ليغا الإسبانية. لا زالت خطيرة ولكن كرة بالطول، كرة طالت في الكرة الماضية على اللاعب محمد سعد العلي اللي تخرج الكرة إلى ضربة مرمى. شوف اللي عاد تبريرة كانت رائعة ولكن بعدها طالت على اللاعب محمد سعد العلي في الكرة الماضية اللي تذهب الكرة إلى ضربة مرمى. الكرة بتعود من جديد لصالح نادي السلية، بيلعب كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي في وسط الميدان. إلى الآن نادي الأهلي يواجه صعوبة في الوصول إلى مرمى نادي السلية. إلى الآن نادي السلية والمدرب ستان سيلاف مورافيك ينجح في أول تسع دقائق من هذا اللقاء، ولكن يجب أن يكون التركيز طيلة 90 دقيقة في لقاء يجمع بين السلية والأهلي. ستان سيلاف مورافيك مدرب نادي الأهلي يمني النفس أن يصل إلى مرمى نادي السلية. كرة تلعب خطيرة ولكن نزار خنفير مدرب نادي السلية والخطة والتكتيك الدفاعي والسياسة الدفاعية ممكن أن تنجح مع المدرب نزار. بينما الكرة تصطد بتعود من جديد لصالح نادي السلية، خطيرة خطيرة خطيرة. بارو صديقي بيلعب كرة إلى أمام ولكن كرة بتصل إلى حارس المرمى مروان شريف، أسرع من الجميع ليصل قبل الجميع. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي،
شوف المدرب نزار خنفير مدرب نادي السلية. كرة بتعود من جديد في وسط الميدان عند اللاعب محمد العباسي، بيلعب كرة على اليسار بارو، ولكن كرة طالت على بارو صديقي لاعب نادي الريان سابقا ولاعب نادي السلية سابقا، الآن في صفوف نادي الأهلي قادم من الفريق الأول لمؤازرة وتقديم الدعم لنادي الأهلي في بطولة قطر غاز تحت 23 عام. كرة تلعب الأمام الآن خطيرة خطيرة لصالح نادي السلية، ولكن التغطية تأتي لا زالت قائمة لصالح نادي السلية لوحده. هل بإمكان المرور البحث على المساندة؟ كرة لا زالت قائمة، ولكن كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، والتغطية تأتي على أكمل وجه من اللاعب عبد الرحمن محمد في الكرة الماضية. كرة تلعب الأمام على اليمين، ولكن كرة طالت على نادي الأهلي. نادي الأهلي يحاول في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الهجمات يحاول أن يستعجل قبل أن يصل دفاع نادي السلية ليغلق الخطوط مرة أخرى، يحاول الاستغلال، ولكن يجب أن يكون الاستعجال بمثل هذه الطريقة. كرة تلعب الآن خطيرة تسديدة، ولكن محاولة بتضيع الكرة على نادي السلية في الكرة الماضية. شوف المرور والمحاولة والتسديدة، ولكن كرة صدت في حارس المرمى تصدي، وصدت في المدافع علي فيض لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح نادي السلية. صالح والعرضية والركنية لصالح نادي السلية، ممكن تأتي التسديدة الآن، ولكن التسديدة كانت سهلة على حارس المرمى في الكرة الماضية اللي تعود الكرة إلى حارس المرمى مروان شريف بدر الدين. لا زالت نتيجة المباراة التعادل السلبي بين السلية والأهلي. توجيهات تأتي من نزار خنفير، ولكن إلى الآن نادي السلية ناجح بالاقتراب من انتهاء ربع ساعة أولى. بالاقتراب من انتهاء ربع ساعة أولى نادي السلية ناجح في سياسة وإغلاق الخطوط على نادي الأهلي. كرة بتلعب الآن على اليسار، محاولة كرة بتعود، ولكن هناك خطأ ولمسة يد. خطأ ولمسة يد في الكرة الماضية، خطأ لصالح حام اللي صالح نادي الأهلي على أمل استغلال الكرة الثابتة. ستانسيلا مورافيك كان يجب أن يركز على الكرة الثابتة بشكل أكبر، سواء كانت ركلة ركنية أو الركلات الحرة اللي صالح نادي الأهلي. كرة بتلعب الأمام، محاولة خطيرة، ولكن حارس المرمى يتصدى. يجب على نادي الأهلي والمدرب ستانسيلا مورافيك استغلال الكرات الثابتة، لأنها سلاح إذا ما أراد الأهلي الوصول إلى مرمى وشباك نادي السلية في ظل تكتل دفاعي لصالح نادي السلية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، تسديدة بتمر الكرة، ولكن الكرة بتصطد لتعود الكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح نادي الأهلي. بارو صديقي يلعب كرة إلى أمام، محاولة بالرأس، ولكن كرة رأسية مرت على الخشبات الثلاث اللي تذهب الكرة إلى ضربة مرمى. هذا المدرب ستانسيلا مورافيك
بينما في الجهة المقابلة نزار. نزار خنفير مدرب نادي السيلية. كرة بتعود من جديد عبد محمد عبد الناصر العباسي. لا زالت الكرة لصالح نادي الأهلي. تنقل كرات من قبل لاعبي نادي الأهلي ولكن إلى الآن غير قادر لنادي الأهلي على الوصول إلى مرمى نادي السيلية. محاولة خطيرة هذه هي الفرصة التي ممكن أن يصل من خلالها نادي الأهلي، ولكن شوف تخليق المساحات وإغلاق المساحات بطريقة رائعة، وإلى الآن نادي السيلية موفق في تنفيذ الخطة الدفاعية وعدم إعطاء فرصة لنادي الأهلي للوصول. كما ذكر ضيوفنا الكرام، إذا ما أراد نادي الأهلي الانتصار في لقاء اليوم يجب استغلال شوط المباراة الأول، ولكن إلى الآن نادي الأهلي يواجه صعوبة. إلى الآن نادي الأهلي يستحوذ على الكرة ولكن غير قادر على الوصول إلى مرمى نادي السيلية. يا نزار يا خنفير، كرة بتلعب ولكن كرة مقطوعة. بتعود من جديد لصالح نادي الاهلي مره اخرى. بارو فيها خطا لصالح نادي الاهلي. خطا لصالح نادي الاهلي، كره بتلعب الامام، محاوله لكن تغطية دفاعية من قبل نادي السيلية. كرة بتلعب بشكل سريع ولكن مقطوع الكرة، ولكن حك المباراة. محمد أحمد العبيدلي يطلق صافرة لوجود خطأ. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي. تمريرات من قبل اللاعبين فريد ابراهيم. كرة تذهب على اليسار، محاولة البحث عن بارو. فريد بيحاول ولكن تغطية دفاعية تأتي بطريقة رائعة من قبل نادي السيلية. يا سلام على التغطية وعودة الكرة لصالح نادي الأهلي مرة أخرى. محاولة الآن خطيرة لصالح نادي الأهلي. محاولة ولكن شوف سرعان ما يعود لاعبين نادي السيلية إلى مناطقهم للتغطية وإبعاد الكرة. شوف المساحات، التي بإمكان لاعبين نادي السيلية استغلالها، ولكن يجب أن تكون التمريرة دقيقة جدا لإيصال الكرة للاعب المنفرد وللاعب الهارب عن المراقبة والرقابة. إلى الآن نزار خنفير ماشي صح في السياسة الدفاعية، ولكن يجب على اللاعبين بذل مجهود أكثر وأكبر إذا ما أرادوا استغلال الهجمات العكسية السريعة المرتدة لصالح نادي السيلية. بينما نادي الأهلي إلى الآن يستحوذ، نادي الأهلي يسيطر على المباراة ولكن يبحث عن مساحة، يبحث عن طريق بإمكان الوصول إلى مرمى نادي السيلية. ولكن إلى الآن في 19 دقيقة اقتربنا من انتهاء 20 دقيقة وثلث ساعة أولى من شوط المباراة الأول. إلى الآن استانسيلاف ورابيك ورفاقه لم يجد الطريق. يا بارو يا صديقي، الى الان نادي الاهلي يعجز عن الوصول الى مرمى نادي السيلية. شوف نادي السيلية وصعوبة اللقاء على نادي الاهلي. سيكون الاعتماد في الهجوم لنادي السيلية على المهارات الفردية ومهارات خط هجوم لاعبين نادي السليم. إذا ما أرادوا التسجيل
في لقاء اليوم. كرة بتعود على فيض للاعب عبد الرحمن محمد. كرة بتلعب الأمام الآن بارو الصديقي، ولكن طالت الكرة على بارو الصديقي في الكرة الماضية. لتعود الكرة إلى رمي التماسي صالح نادي السهلية. كما ذكرنا تعادل نادي السهلية أمام نادي قطر في الجولة الماضية، بينما خسارة الأهلي أمام نادي الغرافة بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما ذكرنا الصدارة لنادي تحيل ب 22 نقطة، والوصافة لنادي العربي ب 18 نقطة، المركز الثالث نادي الخور ب 16 نقطة، والغرافة ب 15 نقطة في المركز الرابع. هذا هو المربع الذهبي. هداف بطولة قطر غاز تحت 23 عام هو لاعب نادي أم صلال بزمان عوض. بزمان عوض هو هداف نادي أم صلال. نادي أم صلال سجل 25 هدف في 8 لقاءات بمعدل نصف أهداف الفريق لبزمان وعوض في صفوف نادي أم صلال في بطولة قطر غاز تحت 23 عام. بينما الثاني الهدافين هو فهد وعد البياتي لاعب نادي تحيل بالتساوي مع حسن أحمد لاعب نادي السد، وإبراهيم كلا لاعب نادي العربي بثمانية أهداف. قائمة الهدافين فيها منافسة، جدول الترتيب في منافسة. إلى الآن لا نعلم من سيكون البطل لقائمة الهدافين، من سيكون البطل لجدول الترتيب وبطولة دوري قطر غاز تحت 23 عام، ولكن إلى الآن نادي تحيل هو في الصدارة للحفاظ على اللقب، وبزمان عوض هو في صدارة الهدافين إلى الآن. بينما الكرة بتعود من جديد لصالح نادي السهلية، ممكن تأتي العرضية، عرضية خطيرة لصالح نادي السهلية، ولكن تغطية دفاعية من قبل نادي السهلية. الكرة لا زالت قائمة، الكرة لا زالت خطيرة لصالح نادي السهلية، بحاول فيها الآن هتخذ، ولكن كرة طالت في الكرة الماضية لتذهب الكرة إلى ضربة مرمى. شوف الإعادة للكرة الماضية، إصابة لاعب نادي الأهلي علي صادق. إن شاء الله سلامات للاعب ساقط على أرضية الملعب. هل مدرب نادي الأهلي سيجري تغيير؟ أعتقد أن اللاعب علي صادق المياحي غير قادر على مواصلة الدقائق المتبقية من شوط المباراة الأول واللقاء. تغيير ممكن، نعم، اضطراري لنادي الأهلي، والمدرب استانزيلا مورافيك. إن شاء الله سلامات للاعب علي صادق، نتمنى لا تكون إصابة بالغة للاعب القادم من الفريق الأول. خالد محمد سيكون البديل. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، عبد الرحمن محمد بيلعب كرة، محمد رايد ياسين. في خطأ لصالح نادي الأهلي.
تغيير خروج اللاعب علي صادق لمياحي ودخول خالد محمد. أول تغييرات نادي الأهلي، تغيير اضطراري للمدرب استانزيلا مورابيك. بينما خطأ لصالح نادي الأهلي. كرة بتعود مرة أخرى علي فيض، ينقل الكرة عبد الرحمن محمد، بيحاول التوغل محاولة المرور ولكن الكرة تذهب إلى رمية التماسي. صالح نادي الأهلي محاولة فيها خطأ، نعم حكى المباراة محمد أحمد العبيدلي يعطي خطأ لصالح نادي الأهلي. خطأ لصالح نادي الأهلي الآن، هل بإمكان نادي الأهلي استغلال الكرات الثابتة التي يجب على نادي الأهلي أن يستغلها بشكل مناسب؟ كرة بتلعب الأمام، محاولة خطيرة ممكن بالرأس لصالح نادي الأهلي، ولكن حارس المرمى بيتصدى، حارس المرمى بيتصدى للكرة الماضية وبتضيع الكرة على نادي الأهلي اللي تعود الكرة إلى رمية التماس. عمر فتحي يبعد الكرة الماضية وينقذ نادي السلية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي مرة أخرى. بيلعب كرة مروان شريف بدر الدين حارس مرمى نادي الأهلي. بيحاول مرور الآن على الجهة اليمين نادي الأهلي، محاولة ممكن يمر فيها، يا سلام على المرور من الأول والثاني، ولكن يا سلام على التغطية في الكرة الماضية من اللاعب فيصل محمد القحطاني. كرة تعود مرة أخرى، محمد رايد ياسين، محمد عبد الناصر العباسي، بارو صديقي بيحاول على اليسار، ممكن يمر بارو، بيحاول بارو، يا سلام على التغطية الدفاعية بطريقة رائعة. نادي السلية يقدم كرة قدم دفاعية رائعة جدا التي أجبرت وجعلت نادي الأهلي يشعر بصعوبة الموقف. شوفنا أبرز كرة بخط دفاعي كان ممكن أن يكلف نادي السلية، ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية. شوف اللي عاد، شوف اللي عاد، طالت على اللاعب محمد عبد الناصر في الكرة الماضية والتغطية أتت على أكمل وجه. كرة بتعود من جديد، يحاول نادي السلية إبقاء الكرة بين أقدامه أكثر وقت ممكن، ولكن سرعان ما تعود الكرة لصالح نادي الأهلي. سقوط أحد لاعبين نادي السلية على أرضية الملعب، وأيضا اللاعب عيسى أحمد قادري يسقط على أرضية الملعب، وصالح محمد النابت. إن شاء الله سلامات لكل اللاعبين. شوفنا التدخل في الكرة الماضية، إن شاء الله سلامات لكل اللاعبين على أرضية الميدان. لا ننسى أن نادي الأهلي
أجرى تغيير اضطراري. التغيير الأول اضطراري كان لنادي الأهلي، بينما التغيير الاضطراري الثاني إذا ما كان لنادي الأهلي سيضع المدرب ستانزيلا مورافيك في وضع صعب وحرج ولا يحسد عليه. هذا كله يعتمد على عودة اللاعب عيسى أحمد قادري مثل ما نشاهد هنا في تشكيلة الفريقين. نادي الأهلي يمتلك ثلاثة لاعبين في دكة البدلاء، حارس ولاعبين في دكة البدلاء، لذلك إذا خرج أحد لاعبي نادي الأهلي بتغيير اضطراري سيكون موقف ستانزيلا مورافيك على المحك في لقاء اليوم. بينما الكرة بتعود مرة أخرى علي فير، يلعب كرة إلى الأمام بارو صديقي. يعني تشكيلة نادي السيلية فيها ستة لاعبين متواجدين في دكة البدلاء، حارس وخمسة لاعبين متواجدين، بينما نادي الأهلي أمر غريب ثلاثة لاعبين متواجدين في دكة البدلاء، لاعبين وحارس. لذلك يجب على نادي الأهلي أن يضع أسوأ الاحتمالات التي ممكن أن تحصل، ولكن نادي الأهلي الآن يحاول البحث عن هدف. كرة تلعب الأمام، محاولة خطيرة ولكن طالت، لا زالت خطيرة. بارو صديقي، بارو ممكن يعرض، بارو لا زال يحافظ على الكرة، حارس المرمى بعيد عن مرمى، كرة تلعب إلى الأمام ولكن يا سلام على التغطية بالرأس، خطيرة. أوه إذا لم يستغلها نادي الأهلي سيندم كثيرا. ضاعت الكرة، ضاعت الكرة على نادي الأهلي، أخطر كرة وأبرز كرة ضاعت على نادي الأهلي في الكرة الماضية. شوف بارو صديقي وبطريقة رائعة وبهدوء كبير، شوف حارس المرمى كان ممكن أن يكلف فريق الكثير، ولكن يا السلام على التغطية في الكرة الماضية. تغطية بتأتي من فيصل محمد القحطاني اللي تبقى النتيجة سلبية بين الفريقين. كرة بتلعب الأمام الآن، محاولة كرة بتعود، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، بتعود الكرة لصالح نادي الأهلي مرة أخرى. بارو يلعب كرة عيسى أحمد قادري، بارو صديقي الأسمراني ممكن يمر واحد على واحد، نعم يمر، كرة بيحاول فيها نادي الأهلي، محاولة ولكن كرة تصطد في حارس المرمى وفي المدافع. شوفوا الإعادة اللي أبرز كرة ضاعت على نادي الأهلي، وتغطية دفاعية كانت رائعة من اللاعب فيصل محمد القحطاني. كرة بتعود لركلة ركنية، كرة بتلعب الأمام، محاولة بالرأس ولكن حارس المرمى يا السلام على التغطية في الكرة الماضية. شوف لاعب نادي السيلية كيف استخلص الكرة وحصل على الكرة في الكرة الماضية من أمام مدافعين، استطاع الحصول على الكرة ولكن راية وتسلل في اللقطة الماضية على نادي السيلية. راية وتسلل في الكرة الماضية على نادي السيلية. الحكم المساعد الثاني فيصل محمود اليافي، بينما كرة بتعود إلى الخلف، من قبل نادي الأهلي علي فيض يلعب كرة عيسى، العودة إلى الخلف مرة أخرى. تناقل الكرات من قبل لاعبي نادي الأهلي، إلى الآن آخر 10 دقائق من عمر شوط المباراة الأول والوقت الأصلي، ولا زالت النتيجة سلبية، لا زال نادي الأهلي لم يجد الطريق للوصول سوى مرة واحدة، ولكن تغطية دفاعية كانت رائعة. الكرة بالطول،
كرة بالطول على نادي الأهلي وعلى اللاعب محمد سعد العلي في الكرة الماضية. كرة بتعود لضربة مرمى لصالح نادي السيلية. تغطية بتعود مرة أخرى ولكن رمية التماس نعم لصالح نادي السيلية. يستانزيلا مورابيك الذي يحاول البحث عن الطريق الأنسب للوصول إلى مرمى نادي السيلية ولكن نادي الأهلي إلى الآن غير قادر. هنا خطأ ولمسة يد على اللاعب فريد إبراهيم في الكرة الماضية. من جديد بتعود الكرة لصالح نادي السيلية الذي استطاع الحصول على ما يريد من شوط المباراة الأول. شوف التمريرة ولكن علي فيض يبعد الكرة الماضية. الكرة بتعود من جديد لصالح نادي السيلية. ضاعت على نادي السيلية الذي كان ممكن أن يباغت نادي الأهلي بكرة. شوف كيف مر فيها بطريقة رائعة مر من الأول والثاني ولكن التسديدة اليسارية لم تكن على أكمل وجه كان بإمكان نادي السيلية إحراج نادي الأهلي في شوط المباراة الأول بينما خطأ لصالح نادي الأهلي. كرة تلعب بشكل سريع لصالح نادي الأهلي ولكن يا سلام على التغطية من اللاعب فيصل محمد القحطاني. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي محمد سعد العلي ولكن شوف استخلاص الكرة الماضية أحمد سليماني باشا بمر بيحاول فيها يطالب ركلة جزاء مطالبة بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء. محمد أحمد العبيدلي يقول ما فيها شيء. الكرة الماضية لم يعطي ركلة جزاء لصالح نادي السيلية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي السيلية. محاولة خطيرة 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 ولكن تغطية من حارس المرمى. تغطية من حارس المرمى على أكمل وجه. شوط أول للأمانة درس قيم يقدم نادي السيلية لنادي الأهلي وللمدرب استانزيلا مورافيك. نزار خنفير يقدم درس رائع في تقديم تكتيك دفاعي رائع واستغلال الهجمات العكسية ولكن كان بإمكان نادي السيلية استغلالها بطريقة أنسب. شاهدنا هناك وصول في مرة ومرتين من قبل نادي السيلية ولكن لم يستغل الكرات التي اقتربت من مرمى نادي الأهلي. لازالت النتيجة سلبية بين الفريقين. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي السيلية الذي بدأ يتقدم إلى الأمام أكثر بعد أخذ الثقة بشكل أكبر في شوط المباراة الأول وآخر شوط المباراة الأول. كرة خطيرة يا السلام على التمريرة يا السلام على التمريرة. محاولة خطيرة لا زالت قائمة لصالح نادي السيلية. داخل منطقة الجزاء لا زال يبحث اللاعب أحمد سليمان الباشا. شوف افتقر لوجود المساندة ولكن لا زال يحافظ على الكرة. يا السلام على المهارات الفردية والثقة الكبيرة عند فريق نادي السيلية. محاولة خطيرة ولكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء. الكرة بتعود بشكل سريع. تمادى نادي السيلية في التقدم إلى الأمام. لا زالت قائمة فيها خطأ الكرة الماضية ولكن خطأ تكتيكي ذكي جدا من لاعب نادي السيلية على عدم إعطاء الفرصة لنادي الأهلي إلى الوصول واستغلال المساحات المتواجدة. الكرة بتعود إلى الخلف. بارو صديقي على اليسار محاولة بيلعب كرة إلى الخلف عبد الرحمن محمد والتقدم إلى الأمام.
بعض الشيء كرة تلعب. يا سلام على المرور، ممكن يمر، نعم مر من الأول، ولكن كرة تصطد لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. شوفونا لعدلي السقوط داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك ركلة جزاء في الكرة الماضية؟ أم أن قرار حكم المباراة محمد أحمد العبيدلي سليم في عدم إعطاء ركلة جزاء لصالح نادي السهيلية؟ نترك هذه القرارات لحكم المباراة في أرضية الميدان وللمذيع الزميل إبراهيم الكواري وضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي للتحليل أكثر عن ما حدث في شوط المباراة الأول وعن أحداث شوط المباراة الأول بين نادي السهيلية. إلى الآن يحافظ على نتيجة التعادل، ولكن بنفس الوقت لم يستغل واحدة من الكرات التي وصلت إلى مرمى نادي الأهلي ليسجل الهدف الأول. كرة بتعود عبد الرحمن محمد، يلعب كرة بارو، حمد العباسي يلعب كرة، عيسى أحمد قادري تسديدة ولكن سهلة تصل إلى حارس المرمى. عمر فتحي يتصدى للكرة الماضية وتسديدة كانت من أحمد، من عيسى أحمد قادري. كرة بتلعب الأمام الآن لصالح نادي السهيلية، ممكن تأتي العرضية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي السهيلية. يا سلام على المرور، ممكن تأتي العرضية، خطيرة 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 بالرأس، ولكن ضاعت على نادي السهيلية، ضاعت على نادي السهيلية بطريقة غريبة جدا. محاولة كانت رائعة، مرور رائع، عرضية جميلة رأسية ومحاولة، ولكن ضاعت أعلى الخشبات الثلاث لتضيع الكرة على نادي السهيلية في الكرة الماضية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي. شوف نادي السهيلية يقدم شوط أول للأمانة جميل جدا، بينما تمريره تمريره لم تكن بالشكل المطلوب في الكرة الماضية. بتعود الكرة إلى الخلف لصالح نادي الأهلي، آخر دقيقتين من الوقت الأصلي، شوط أول والنتيجة لا زالت سلبية بين الفريقين. بينما نادي السهيلية كان أيضا هو قادر على تسجيل في شوط المباراة الأول. كرة بتعود من جديد، كرة بتعود سريعة لصالح نادي الأهلي، محاولة فريد إبراهيم يلعب كرة، محمد العباسي، عيسى، كرة بتلعب محمد رايد، ياسين، تناقل كرات من قبل لاعبي نادي الأهلي، حتى خط هجوم نادي الأهلي صار يرجع إلى الخلف. فريد إبراهيم صار يستلم الكرة من وسط الميدان، هذا يدل على صعوبة الموقف لدى نادي الأهلي في شوط المباراة الأول والسياسة التي يتخذها نزار خفير في شوط المباراة الأول وفي هذا اللقاء والتكتيك الدفاع الذي ينجح في نادي السهيلية للأمانة في شوط المباراة الأول. ولكن يجب استغلال الكرات المرتدة مثل هذه، مثل هذه الكرات يجب أن يستغلها نادي السهيلية إذا ما أراد الانتصار في لقاء اليوم. وفي شوط المباراة الثاني بينما استانزيرا أمورابيك مدرب نادي الأهلي سيحاول في شوط المباراة الثاني إيجاد الحل. فريد إبراهيم، عيسى أحمد، محمد رايد، تناقل كرات واستحواذ لنادي الأهلي لم يعطي أي فائدة لنادي الأهلي في شوط المباراة الأول، بينما كان ممكن أن يتخلل بهدف أو هدفين في شوط المباراة الأول، كان ممكن أن يحتسب عليه ركلة جزاء في شوط المباراة الأول. لذلك استانزيلا مرابيك يجب إيجاد الحلول في شوط المباراة الثاني. بارو صديقي، ولكن كرة مقطوعة بتعود لصالح نادي السهيلية مرة أخرى.
خلاص ثواني أخيرة وينتهي الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول. كرة تلعب الأمام خطيرة ولكن طالت الكرة على لاعب نادي السليري. تعود الكرة إلى علي فيد. فيها خطأ لصالح نادي السلية. كرة بتعود. شوف توجيهات المدرب نزار خنفير على الاستعجال لاستغلال دقيقتين الإضافيتين مقدر من حق المباراة. مرت الكرة وضاعت على السلية بطريقة غريبة. هل يندم نادي السلية على عدم استغلال الفرص التي أتيحت لنادي السلية في شوط المباراة الأول وعدم مباغتة نادي الأهلي بعد تقديم شوط أول جميل جدا من المدرب نزار خنفير ورفاقه؟ كرة بتعود الآن. بارو صديقي يلعب كرة إلى الخلف مرة أخرى. كرة تلعب الأمام لصالح نادي الأهلي. محمد رايد بيحاول ولكن شوف التغطية. أتت التغطية مرة أخرى من قبل دفاع نادي السلية في الكرة الماضية. بارو صديقي محمد رايد ياسين. خطأ لصالح نادي السلية. خلاص لم يتبقى سوى ثواني قليلة متبقية من عمر شوط المباراة الأول والوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء محمد أحمد العبيدلي. خطأ لصالح نادي السلية. شوط أول عدى بنتيجة سلبية وهنا تنطلق صافرة حكم اللقاء محمد أحمد العبيدلي على انتهاء أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. عودة مرة أخرى في شوط المباراة الثاني من المباراة التي تجمع بين نادي السلية ونادي الأهلي. شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين بعدما كانت هناك محاولات عقيمة من كلا الفريقين في شوط المباراة الأول، سواء كان نادي السلية الذي دافع طيلة شوط المباراة الأول وحاول استغلال الهجمات العكسية، بينما في الجهة المقابلة نادي الأهلي الذي لم يستطع الوصول إلى مرمى نادي السلية سوى مرة أو مرتين، واحدة من كرة ثابتة والثانية عن طريق اللاعب بارو صديقي، ولكن لم يسجل كلا الفريقين في شوط أول. تشكيلة الفريقين في حراسة المرمى نادي السلية: عمر فتحي، عبد الله حمد الفيحاني، عبد الرؤوف حسين عمر، أحمد أيمن جاسر، عبد الله محمود، صالح النابت، عبد الباري زين السناني، محمد ربيع صقر، واللاعب فيصل محمد القحطاني، أحمد سليمان الباشا. كرة تلعب وراشد مبخوت الراشدي. هذه تشكيلة نادي السلية. في خطأ لصالح نادي الأهلي في الكرة الماضية، بينما تشكيلة نادي الأهلي في حراسة المرمى: مروان شريف، بدر الدين، علي فيض، عبد الرحمن محمد، عيسى أحمد قادري، فريد إبراهيم، بارو صديقي، عبد الرحمن محمد بطاوي، محمد عبد الناصر العباسي، محمد سعد العلي، ومحمد رايد ياسين، وخالد محمد البديل الذي دخل في شوط المباراة الثاني كتغيير اضطراري لنادي الأهلي. خطأ لصالح نادي الأهلي من بداية شوط المباراة الثاني. خطأ لصالح نادي الأهلي الذي يجب استغلال الكرات الثابتة. عبد الرحمن محمد يلعب كرة الأمام، محاولة بالرأس ولكن طالت الكرة الماضية. فيها خطأ في سقوط على أرضية الملعب لنادي السلية. توجيهات أكيد كانت موجودة بين الشوطين بين المدرب استنزيلا مورابيك ورفاقه والمدرب نزار خنفير ورفاقه في غرفة تبديل الملابس، ولكن شو اللي ممكن يصير في شوط المباراة الثانية؟
كانت هناك أيضا راية متواجدة في الكرة الماضية. على نادي الأهلي كرة بتعود من جديد لصالح نادي السلية، محاولة المرور ولكن تغطية بتأتي من علي فيض، لا زالت قائمة لصالح نادي السلية. بيحاول على اعتاب منطقة الجزاء لكن التغطية بتأتي. فريد إبراهيم يلعب كرة، كرة بتعود للاعب أبارو صديقي، يقل كرة إلى الأمام، تغيير جهة لعب عند اللاعب الأسمراني بارو صديقي في شوط المباراة الثاني. كرة بتلعب الأمام، محاولة خطيرة لصالح نادي الأهلي، مرت محمد رايد ياسين، بيحاول محمد رايد، يلعب كرة فريد إبراهيم والعودة إلى الخلف من قبل اللاعب فريد في الكرة الماضية. عبد الرحمن محمد تنقل كرة من قبل لاعبي نادي الأهلي على أمل الوصول إلى مرمى نادي السلية. بارو صديقي بمر، بارو صديقي بمر، بيلعب كرة إلى الأمام، محاولة خطيرة لكن التغطية تأتي من قبل لاعب فيصل محمد القحطاني في الكرة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. محمد العباسي كرة بتعود من جديد علي فيض، العباسي مرة أخرى العودة إلى الخلف، تنقل كرات من قبل لاعبي نادي الأهلي. هل يواجه نفس الصعوبة نادي الأهلي في شوط المباراة الثاني بعد العودة من التوقف وفترة التوقف في الجولة التاسعة الآن في أولى مباريات الجولة التاسعة، مباراة السيلية والأهلي والريان ومصلال والشحانية وقطر. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي السيلية، محاولة ولكن تغطية بتأتي بطريقة رائعة من اللاعب محمد عبد الناصر العباسي. كرة بتعود مرة أخرى ولكن تغطية دفاعية بتأتي مرة أخرى من قبل نادي السيلية، ولكن نشاهد الآن مساحات متواجدة في خط دفاع نادي السيلية، في خط دفاع نادي السيلية المساحات متواجدة، المساحات متواجدة. بارو صديقي بيحاول، بارو بيمر، بارو بيحاول يعرض، بارو بيلعب كرة ولكن تغطية بتأتي، عادت الكرة مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. محمد رايد، بارو صديقي، محمد او اللاعب عبد الرحمن محمد، بارو بيلعب كرة عرضية، محاولة خطيرة ضاعت على نادي الأهلي، ضاعت على نادي الأهلي الكرة الماضية اللي تعود الكرة بشكل سريع لصالح نادي السلية. كرة بيمر فيها نادي السلية خطيرة، كيف ضاعت على نادي السلية، كيف ضاعت على نادي السلية الكرة الماضية. شوف التمريرة خطيرة ورائعة وجميلة لصالح نادي السلية، ولكن راشد مبخوت الراشدي بيضيع أبرز كرة وخطيرة لصالح نادي السلية في شوط المباراة الثاني. هذه كيف تضيع، هذه كيف تضيع على نادي السلية بطريقة غريبة جدا في الكرة الماضية، بينما الكرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. تغطية دفاعية بتأتي، كرة بتعود دائما جديد مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. خالد محمد يلعب كرة، محمد رايد ياسين، علي فيض بيلعب كرة، عيسى أحمد قادري، بارو صديقي بيحاول المرور، بارو لا زال يحافظ على الكرة، يحصل على خطأ بارو صديقي،
بارون صديقي يحصل على خطأ في الكرة الماضية. رمية التماسي صالح نادي الأهلي، كرة بتلعب الأمام، محاولة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الأهلي عبد الرحمن محمد، كرة بتخرج إلى رمية التماس. شوفنا الإعادة لمحاولة نادي السلي والتغطية الدفاعية من قبل محمد العباسي. علي فيض بيلعب كرة عبد الرحمن محمد، يلعب كرة اللي بارو صديقي، محاولة على اليمين، بارو يفعل الجهة اليمينية لصالح نادي الأهلي، عرضية ولكن قوية بعض الشيء من بارو صديقي في الكرة الماضية. بتعود الكرة من جديد لصالح نادي السلية، نادي السلية هادي نادي السلية، ولكن إذا بقي نادي السلية يضيع مثل الكرات التي ضاعت على نادي السلية سيندم كثيرا في مباراة اليوم. بينما نزار خنفير يقدم تكتيك رائع جدا وعلى أكمل وجه إلى الآن. كرة بتعود لرمية التماسي صالح نادي الأهلي، تغطية بتأتي من قبل نادي السلية، كرة بتلعب بشكل سريع الآن لصالح نادي السلية، محاولة لصالح نادي السلية عند اللاعب عبد الرؤوف حسين، بيلعب كرة الأمام راية، راية وتسلل في الكرة الماضية على اللاعب راشد مبخوت الراشدي. للأمانة الكرة الماضية ما فيها راية ولا تسلل على اللاعب راشد مبخوت الراشدي. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي عبد الرحمن محمد، يلعب كرة بارو صديقي، بارو بيحاول مرور، بارو بمرمى الأول والثاني بيحاول أسمراني، ولكن الكرة طالت على بارو صديقي وعلى نادي الأهلي لتعود الكرة من جديد لصالح نادي السلية. بيحاول فيها خطيرة 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 خطيرة، جول 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 أول لصالح نادي السلية، هدف أول لصالح نادي السلية، يسجل الآن أول أهداف اللقاء، والكاميرات تتجه على طول على المدرب نزار خنفير الذي يقدم مباراة كبيرة ورفاقة. شوف الإعادة، شوف الإعادة للكرة الماضية والتمريرة الرائعة في الكرة الماضية، خطأ دفاعي كان للاعب عبد الرحمن محمد في الكرة الماضية، استطاع نادي السلية تسجيل أول أهداف اللقاء. عبد الله حمد الفيحاني، عبد الله حمد الفيحاني هو من يسجل، لكن شوف عبد الرؤوف هو ما يفعل عبد الرؤوف في خط هجوم نادي السلية. نادي السلية يتقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء لصالح نادي السلية، الفريق الذي كان يعاني قبل الإيقاف
والتوقف، ولكن يعود الآن بتكتيك جديد مع نزار خفير بسياسة إلى الآن استطاع التقدم من خلالها نادي السلية. الكرة متعودة من جديد لصالح نادي الأهلي الذي يتخلف بهدف وقبل لا شيء إلى الآن. للأمانة نادي السلية كان يستحق التسجيل فسجل بعد إضاعة العديد من الفرص. كرة متعودة للاعب محمد العباسي. علي فيض يلعب كرة عيسى أحمد قادري. التغطية بتأتي من قبل نادي السلية. يا سلام على نادي السلية، يا الله على نادي السلية، خطير 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 نادي السلية في شوط المباراة الثاني. تسديدة ولكن تصل سهلة إلى حارس المرمى، ولكن نادي السلية بدأ تفعيل الهجمات العكسية بطريقة رائعة، بدأ يستغل الهجمات العكسية بطريقة رائعة جدا في شوط المباراة الثاني، ولكن تصدي حارس المرمى لتسديدة اللاعب عبد الله حمد الفيحاني صاحب الهدف الوحيد إلى الآن. أحمد أيمن جاسر هو من يسقط عن أرضية الملعب. شوف الإعادة لهدف نادي السلية وتمريرة اللاعب أحمد سليمان الباشا وعبد الرؤوف ومروره من حارس المرمى والانتظار والتمرير والتسجيل. نادي السلية يسجل أول أهداف اللقاء. هدف أول يأتي بطريقة رائعة لصالح نادي السلية. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل نادي السلية يصل إلى النقطة الثامنة خلف نادي السد. نادي السلية في المركز العاشر بخمس نقاط، إذا انتصر يذهب إلى النقطة الثامنة خلف نادي السد في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد نادي الأهلي في النقطة الثانية عشر. بينما نادي السد غدا عنده مباراة صعبة جدا أمام نادي العربي، ولكن الانتصار على نادي العربي يؤدي إلى الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر من قبل نادي السد والاقتراب من متوسط الترتيب. بينما في الجهة المقابلة أيضا قطر الذي يواجه نادي الشحنية بنفس توقيت هذه المباراة، أيضا الانتصار يجعل نادي الأهلي خلفه. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل وخسارة نادي الأهلي ستكلف الكثير، وانتصاره سيكلف أيضا الكثير ولكن بطريقة إيجابية، ولكن إلى الآن يتخلف بهدف مقابل لا شيء نادي الأهلي. إلى الآن نادي الأهلي يتخلف بهدف مقابل لا شيء. إلى الآن نادي السلية يقدم مباراة رائعة جدا تحت قيادة المدرب نزار خنفير. تعود الى الخلف الى حارس المرمى. محمد رايد ياسين. الكره بتعود لمحمد العباسي. بارو صديقي الان يحاول، بارو ممكن يسدد بارو صديقي، ولكن مرت الكره على يمين الحارس. شوف المدرب بس تنزل مرابيك غير راضي. حصل
كرة بتعود إلى الخلف لحارس المرمى مروان شريف بدر الدين. كرة بتعود مرة أخرى ولكن علي فيض بيغطي وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح نادي السلية. صالح محمد النابت على التنفيذ. كرة بتلعب الأمام محاولة لكن التغطية بتأتي من عبد الرحمن محمد بحاول مرور تغطية دفاعية رائعة. كرة بتلعب بشكل سريع على اللاعب الأسمراني بارو صديقي بيحاول بارو بمر بارو خطير بارو رائع بارو لا زال يحافظ على الكرة اللي وحده يبحث عن المساندة ولكن تغطية دفاعية كثافة دفاعية لنادي السلية لعدم إعطاء بارو صديقي الفرصة في الوصول إلى مرمى نادي السلية بينما تغيير ثاني لصالح نادي الأهلي. دخول اللاعب جاسم محمد شرشني بديلا للاعب محمد رايد ياسين. تغيير ثاني لصالح نادي الأهلي. عبد الرحمن محمد يلعب كرة تغطية بتأتي بتعود الكرة من جديد لصالح نادي السلية. أحمد سليمان الباشا الباشا بيمرر عبد الرؤوف بيحاول يلعب كرة ولكن كرة مرت على نادي السلية لتعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. خطأ فيها خطأ الكرة في الماضية. كرة بتعود من جديد مرة أخرى ولكن تغطية بتأتي من قبل دفاع نادي السلية. كرة بتعود من جديد تسديدة ولكن بتصل إلى حارس المرمى. شوف التسديدة الماضية من اللاعب محمد العباسي ولكن ضاعت الكرة على نادي كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي السلية. يا سلام على ما يقدم نادي السلية. في تغيير لصالح نادي السلية. فارس خالد أزادي هو البديل للاعب راشد مبخوت الراجدي الذي يخرج في شوط المباراة الثاني. سقوط اللاعب محمد العباسي على أرضية الملعب إن شاء الله سلامات. إن شاء الله سلامات للاعب محمد عبد الناصر العباسي. بينما هذا المدرب استانزيلا مرافق ورمي التماسي صالح
نادي الأهلي، بينما خروج اللاعب محمد رايد ياسين وإدخال والزج بمدافع لإعطاء الحرية لعبد الرحمن محمد للتقدم أكثر في وسط الميدان. كرة بيحاول فيها المرور نادي السهلية، خطير عبد الرؤوف، خطير عبد الرؤوف، خطير عبد الرؤوف، أحمد سليمان الباشو، يا باشا يا باشا يا باشا، كرة ضاعت بطريقة غريبة على نادي السهلية. شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة وتغطية، يا سلام يا سلام على ما يقدم نادي السهلية من كرة قدم ممتعة جدا في شوط المباراة الثاني. عندما أصبح فعالا في الهجوم أصبح نادي السهلية ممتع دفاعيا وهجوميا وفي وسط الميدان. الإعادة الإعادة شوفها مرة ومرتين وثلاث، ما راح تمل. عبد الرؤوف فتح لنفسه مساحة واللاعب الآخر يغطي على علي فيض ليبقى عبد الرؤوف عند الأفضلية في أخذ الكرة وفي تمرير الكرة في وسط منطقة جزاء نادي الأهلي ليسجل، ولكن الباشا رفض وأبى أن يسجل هدف ثاني لصالح نادي السهلية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي. نادي الأهلي بدأ يشعر بالتخوف في شوط المباراة الثاني بعدما كان لديه السيطرة والاستحواذ. في شوط المباراة الأول كان نادي السهلية فقط يعتمد على الهجمات العكسية، يستعجل في الوصول إلى مرمى نادي الأهلي، بينما الآن نادي السهلية أصبح واثق بما يفعل، أصبح يعرف جيدا كيف يصل إلى مرمى نادي الأهلي. لذلك نشاهد كرة قدم جميلة يقدمها نادي السهلية، بينما خروج اللاعب أحمد سليمان الباشا. أحمد سليمان يخرج مع عبد الله حمد المري هو البديل. ما عليه أحمد الباشا، فرصتين ضاعوا من هذا اللاعب الأسمراني أحمد سليمان الباشا. كان بإمكان نادي السهلية التقدم في النتيجة بشكل أكبر. شوف العتب واللوم، العتب واللوم من زميله، من رفيقه في الفريق، من صديقه في الفريق، من اللاعب الذي سيدخل بدلا من في الفريق. يعاتب احمد الباشا على اضاعه الفرصه الماضيه بابتسام. نعم في النهايه هم عائله واحده، في النهايه هم اصدقاء وربع واخوان في فريق واحد، انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. لذلك العتب يكون موجود، الحزن يكون موجود على إضاعة الفرصة، ولكن في ليمت، في حدود للعتب. يعني كانت الابتسامة جميلة والعتب ابتسامة جميلة لكي يحذر مرة أخرى في مثل هذه الأمور اللاعب أحمد سليمان الباشا. ولكن يبقى نادي السهلية متقدم بالنتيجة، يبقى نادي السهلية يقدم كرة قدم جميلة وممتعة وإمكان بإمكان تسجيل هدف ثاني وثالث إذا ما كانت هناك ردة فعل لصالح نادي الأهلي. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي. على اليمين بارو صديقي، العودة إلى الخلف، عيسى أحمد قادر يلعب كرة إلى أمام ولكن التغطية دفاعية في خطأ لصالح نادي السهلية. نعم في خطأ في الكرة الماضية على نادي الأهلي. كرة بتعود لصالح نادي السهلية. أحد أبرز لاعبين نادي السهلية في شوط المباراة الثاني عبد الرؤوف حسين عمر. كما ذكروا ضيوفنا الكرام في الاستوديو التحليلي أن اللاعبين القادمين من الفريق الأول لصالح نادي السهلية سيعطون الإضافة لنادي السهلية، كما شاهدنا
عبد الله حمد الفيحاني صاحب الهدف الأول، وعبد الرؤوف حسين صاحب الأداء الجميل والأسست الرائع والتصرف الجميل في الهدف الوحيد لصالح نادي السهلية، وحارس مرمى نادي السهلية عمر فتحي الضابط يقدمون مباراة كبيرة ومساندة كبيرة وجميلة جدا لنادي السهلية في هذا اللقاء. إلى الآن يتقدم نزار خنفير على استنزيل مرابيك بهدف مقابل لا شيء. كرة بتعود من جديد. عبد الرحمن محمد بيحاول بمر عبد الرحمن بيلعب كرة محمد العباسي في خطأ لصالح اللاعب محمد العباسي في الكرة الماضية. الآن أهلي صالح نادي الأهلي عند اللاعب عبد الرحمن محمد على أمل أن يستغل واحدة من هذه الكرات الثابتة والأخطاء لصالح نادي الأهلي، بينما نادي السهلية يسير المباراة بطريقة رائعة. إلى الآن كرة بتلعب الأمام الآن خطيرة 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 خطيرة، ولكن التغطية الدفاعية أيضا تأتي بطريقة رائعة. شوف يا السلام على عبد الرؤوف حسين، شوف عبد الرؤوف حسين وما يفعله في أرضية الميدان. عبد الرؤوف يحاول المرور ولكن يحصل على ركلة ركنية. يا السلام على المجهود الذي يقدمه عبد الرؤوف حسين في هذه المباراة، ولكن شوف التغطية الدفاعية الرائعة الذي يقدمها جاسم محمد الشرشني البديل. ركلة ركنية الآن لصالح نادي السهلية. كرة تلعب الآن خطيرة خطيرة، ولكن طالت الكرة على لاعبي نادي السهلية وعلى اللاعب محمد ربيع في الكرة الماضية. كرة بتعود لرمية تماس. ربع ساعة أخيرة متبقية من الوقت الأصلي وعمر شوط المباراة الثاني. كرة بتعود عبد الرؤوف يلعب كرة السلام على ما يقدمه نادي السهلية وتحركات اللاعبين، ولكن هنا استلام خطأ من اللاعب عبد الله حمد المري. كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، ولكن تغطية بتأتي لتعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي السهلية. عبد الرؤوف يا السلام على التمريرة، يا السلام على التمريرة، محاولة أوه ضاعت بطريقة غريبة على نادي السهلية بعد التمريرة جميلة. شوف عبد الرؤوف وما يقدم عبد الرؤوف في أرضية الميدان. كرة ضاعت على نادي السهلية. تأتي أيضا من دفاع نادي السهلية. كرة بتعود يا السلام على الاستخلاص، يا السلام على الدفاع والضغط على حامل الكرة من قبل لاعبي نادي السهلية. يقدمون كرة قدم رائعة 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 جدا، وبإمكان نادي السهلية الآن تسجيل هدف ثاني. محاولة ولكن حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. شوف التمريرات الخاطئة من لاعبي نادي الأهلي، شوف نادي السهلية كيف يقاتل الحصول على الكرة، شوف نادي السهلية كيف يقدم كرة قدم جميلة في شوط المباراة الثاني بعكس ما كان يحدث في شوط المباراة الأول. كرة بتلعب الآن محمد العباسي، يا سلام عبد الرحمن محمد، فريد إبراهيم بيلعب كرة بارو بارو. أوه يا فريد، أوه يا فريد، بطريقة غريبة جدا
ضاعت على نادي الأهلي. كرة كان ممكن أن يستغلها بشكل أفضل فريد إبراهيم مع اللاعب بار الصديق. الكرة بتعود للاعب فريد إبراهيم مرة أخرى. كرة بتعود عبد الرحمن محمد يلعب كرة عالية. محمد العباسي بيحاول، يا سلام على حارس المرمى. حارس المرمى بيتصدى. كرة بتعود من جديد لصالح نادي السلية مرة أخرى. كرة تلعب الأمام لكن رايا تسلل. رايا وتسلل. شوف الكرة الماضية، هل كان هناك ركلة جزاء في الكرة الماضية؟ هل كان هناك ركلة جزاء في الكرة الماضية للاعب عبد الرؤوف؟ كرة بتلعب الآن، هات خذ، ولكن كرة ضاعت من أمام نادي السلية لتعود الكرة من جديد لصالح نادي الأهلي. بيحاول فريد. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الأهلي. بار صديقي بيحاول، حكم المباراة يقول ما فيها شيء. سقوط بارو صديقي على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات. شوفنا العدل للكرة الماضية. كرة تلعب إلى الأمام مرة أخرى لصالح نادي السلية، ولكن بالخطأ بتعود لصالح نادي الأهلي. شوف التمريرات الخاطئة من قبل لاعبي نادي الأهلي. ماذا يحدث لنادي الأهلي في شوط المباراة الثاني؟ ماذا يحدث لهاسان زينة مرابيك في نادي الأهلي في شوط المباراة الثاني؟ محمد العباسي يلعب كرة بالخطأ. أوه، مرت الكرة لتبقى الكرة لصالح نادي الأهلي. كرة بتلعب الأمام، فريد إبراهيم بيحاول تسديده ولكن كرة ضاعت على نادي الأهلي في الكرة الماضية. سقوط حارس مرمى نادي السلية على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات لحارس المرمى. إن شاء الله سلامات لحارس مرمى نادي السلية. للأمانة نادي السلية والمدرب نزار خنفير قدموا مباراة جميلة جدا بتكتيك جميل جدا وبسياسة رائعة جدا.
مما جعلت نادي سيلية يتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء إلى الآن. كرة تلعب الأمام الآن محاولة لصالح نادي السلية ولا تلك التسديدة كانت سهلة لحارس المرمى. كرة بتعود لحارس مرمى نادي السلية الآن بينما استنزل مرابيك. يلعب كرة إلى الأمام ولكن تغطية دفاعية. شوف الإعادة لكرة نادي السلية. كرة اصطدت في المدافع اللي تذهب سهلة إلى حارس المرمى. كرة بتعود لرمية التماسي صالح نادي الأهلي. آخر خمس دقائق من الوقت الأصلي. كرة تلعبها بشكل سريع لصالح نادي الأهلي. خالد محمد بيلعب كرة ولكن بالخطأ بتعود الكرة لصالح نادي السلية. كرة تلعب الأمام خطيرة 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 لصالح نادي السلية. تسديدة ولكن حارس نادي الأهلي يتصدى لهدف ثاني لصالح نادي السلية. كرة ضاعت على نادي السلية. سيندم نادي السلية إذا ما عاد في النتيجة نادي الأهلي. ولكن إلى الآن لم نشاهد ملامح العودة من قبل نادي الأهلي. ذلك إلى الآن نتيجة المباراة هدف مقابل لا شيء. فريد إبراهيم فريد إبراهيم داخل منطقة الجزاء. هل يعاقب فريد نادي السلية على إضاعة الفرص؟ كرة تلعب خطيرة. ضاعت على نادي الأهلي من محمد عبد الناصر العباسي. محمد العباسي بيضيع كرة غريبة. محمد العباسي وبيضيع كرة غريبة وهنا أيضا كرة ضاعت على نادي السلية. ضربة مرمى لصالح نادي السلية. كرة بتعود من جديد لصالح نادي السلية. محاولة الآن إلى الأمام. محاولة خطيرة لصالح نادي السلية. لا زالت قائمة عبد الله الفيحاني. كرة على اليمين الآن المري بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء. لا زال نادي السلية يحاول فيها السقوط. هل هناك ركلة جزاء؟ ولكن حاكم المباراة أيضا لما يطلق صافرة لوجود ركلة جزاء. شوفون الإعادة للكرة الماضية. هناك استخدام اليد في الكرة الماضية من اللاعب جاسم محمد شرشني. هل كان هناك ركلة جزاء لصالح نادي السلية في الكرة الماضية؟ كرة بتعود من جديد ولكن العباسي
بخط العباسي، كرة بتعود مرة أخرى عيسى أحمد قادري، بيلعب كرة بارو، بارو صديقي، بارو صديقي بمر، بيلعب كرة، يا سلام، محاولة خطيرة لا زالت لصالح نادي الأهلي، العرضية خطيرة، فريد، فريد إبراهيم لا زال يحاول، فريد أمام كثافة دفاعية صعب التوغل من خلالها للوصول إلى مرمى نادي السلية. آخر دقيقتين من الوقت الأصلي، عبد الرحمن محمد اللاعب الذي ابتدأ مدافعا في بداية اللقاء، بعدها ذهب إلى وسط الميدان والآن يلعب كجناح أيسر. هذا اللاعب بدأ المباراة كقلب دفاع، بعدها شاهدناه في وسط الميدان اللاعب عبد الرحمن محمد، والآن نشاهده في مركز الجناح الأيسر، يحاول استنزيل مرافق بكل الطرق، بشتى الطرق للوصول إلى مرمى نادي السيلية، ولكن لا زال نادي السيلية يتقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة بتلعب الأمام، محاولة لكن تنفيذ لم يكن بالشكل المطلوب. عادت الكرة مرة أخرى لصالح نادي الأهلي، تغطية تأتي من قبل نادي السيلية، كرة بتعود من جديد عبد الرؤوف، عبد الرؤوف حسين يلعب كرة إلى الأمام، خطيرة 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 خطيرة، عبد الله حمد الفيحاني، عبد الله لا زال يحافظ على الكرة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة إلى الخلف تسديدة، ولكن كرة تذهب إلى ضربة مرمى. كرة تذهب إلى ضربة مرمى. اللاعب أحمد أيمن جاسر وسقوط بشعور الإصابة. بينما 8 ثواني متبقية على انتهاء الوقت الأصلي من أحداث شوط المباراة الثاني، وبانتظار كم سيضيف حكم اللقاء. عبد الرحمن محمد يلعب كرة، عيسى أحمد قدري إلى الأمام، محاولة خطيرة ولكن طالت الكرة لتعود الكرة إلى حارس المرمى. 4 دقائق إضافية من قطر من حكم المباراة محمد أحمد العلندي على أحداث شوط المباراة الثاني. بينما الكرة بتعود للاعب عبد الرؤوف، بيلعب كرة الأمام، علي فير بيحاول، كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، بارو صديقي بيحاول، بارو بمر، بارو تمريرة في وسط الميدان، بيحاول مرور محمد العباس، يلعب كرة إلى الأسمراني، بارو صديقي بيحاول، بارو صديقي بيحاول، لكن حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، لازالت لصالح نادي السلية، هجمة عكسية لصالح نادي السلية الآن. هل بإمكان نادي السلية تسجيل هدف ثاني؟ يا سلام على المرور، مرور الآن لصالح نادي السلية، ولكن أعتقد حتى نادي السلية لا يريد التسجيل. حتى نادي السلية كان بإمكانه في الكرة الماضية تسجيل هدف ثاني أو حتى المحاولة لتسجيل هدف ثاني لصالح، ولكن كان هناك تهاون في الكرة الماضية. بينما محاولة المرور الآن، ولكن التغطية الدفاعية من قبل نادي السلية، كرة بتعود من جديد لصالح نادي الأهلي، عيسى أحمد قادري، فريد إبراهيم، بارو صديقي بيحاول، بارو صديقي بيلعب كرة، جول لصالح نادي الأهلي، هدف التعديل يأتي وخلي إضاعة الفرص تنفع نادي السلية الآن. أتى العقاب من قائد وكابتن نادي الأهلي في الكرة الماضية، يستنزل مرابيك
استنزل ابو رافيك. شوف شوف هنا التمرير التي اتى من خلال الهدف بار الصديقه والعرضيه الرائعه والتمركز الجميل من اللاعب عبد الرحمن محمد القادم من الفريق الاول لتسجيل هذا الهدف لمسانده نادي الاهلي. لاعب في بدايه المباراه كان يلعب قلب دفاع، بعدها ذهب الى وسط الميدان والان تقدم الى جناح ايسر ليسجل هدف التعديل. امر غريب جدا يحدث في بطولة قطر غاز تحت 23 عام في لقاء يجمع بين نادي الاهلي ونادي السرية، ولكن هذا يمثل على ان نادي الاهلي او لاعب نادي الاهلي عبد الرحمن محمد القادم من الفريق الاول قدم المساندة الرائعة سواء كان عندما كان قلب دفاع وعندما كان وسط ميدان والان جناح ايسر ليسجل هدف التعديل لصالح نادي الاهلي. بينما دقيقتين مروا، الدقيقة الثالثة قد انقضت من الوقت الاضافي المقدر من حق المباراة، دقيقة واحدة متبقية من الوقت الاضافي. عدل النتيجة نادي الاهلي، عاقب نادي السلية على اضاعة الفرص الكثيرة، كان بامكان نادي السلية الانتصار، كان بامكان نادي السلية الخروج من اللقاء بأريحية، ولكن قرر عدم تسجيل سوى هدف واحد ليعاقب الان. وممكن نادي الاهلي ان يسجل في اخر الفرص، اخر فرصة. عبد الرحمن محمد صاحب الهدف التعديل، عبد الرحمن محمد بحول المر، الكابتن القائد فريد ابراهيم بيلعب كرة الان خطيرة لصالح نادي الاهلي، اخر فرصة، اخر الثواني لصالح نادي الاهلي. هل ينسى ما حدث في طيلة الدقائق الماضية؟ استنزل مرابك ويستطيع الانتصار في لقاء اليوم. كرة بتلعب خطيرة فريد ابراهيم، ولكن كرة بتخرج الى ركلة ركنية، كرة بتخرج الى ركلة ركنية. خلاص اخر فرصة في اللقاء واخر فرصة لصالح نادي الاهلي. هل بامكان نادي الاهلي تسجيل هدف التعديل؟ كرة بتلعب الامام ومحاولة، لكن كرة خلاص. اعزائي احبائي المشاهدين والمتابعين، هنا حكم المباراة محمد احمد العبيد ليطلق صافرته على انهاء احداث شوط المباراة الثاني واللقاء. شوط اول انتهى بالتعادل السلبي، وشوط ثاني بأداء أجمل بعض الشيء، ولكن انتهى بتعادل إيجابي هدف لي.